السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوات، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. الله يحفظكم. يوم الخميس، الحمد لله والشكر لله. أخوتي، هذا المكان هذه تبنى تقريبا، نقدر نقول لكم شي 11 عام ولا اكثر، شي 12 عام تقريبا بحال هكاك او على ما يزيد. وعلى الخوت هنا كتشوفوا هاد الشرجم، فيه نزومي عليه باش يبان لكم اش فيه. كيبان لكم فيهم رسوم ديال الاطفال. هنايا اخوتي، هادي سيتين كاردوري ديال الاطفال الصغار اللي باقي ما دخلوش السن المدرسه، ما عندهم السن المدرسه. وانتم كتشوفوا هنا لتحت مكتوبه السونتر سوسيو كيلتيرال دي كيبلون. كيبلون هو بحال اللي قلتي سبعه المحمدي، حي المحمدي اكسترا. فوالا. وهنا الخوت، هذا اللي كتشوفوا هاد الريدو، اللي هاد الشرجم اللي كيبان لكم بحال هكا، نقرب ليه شويه. هادي الخوت، هنايا كاين الريفيكتوار، الريفيكتوار كيجيو ليها الدراري اللي مسجلين في واحد الكوليج هنا. غادي نسجل، غادي نصور لكم من بعد، حنا جايين في الطريق ان شاء الله. وكيجيو ليها ولاد المدرسه اللي كتقرا فيها البنت ديالي، واخر عام ليها غتودعها، لان هاد العام غتجي لهاد الكوليج اللي قريب للريفيكتوار. وبغيت نقول لكم زعما الاهتمام، هذا هو اللي بغيت نقول لكم، الاهتمام ب، لان كاين بعض الناس اللي مع الاكثريه ديال الناس كيخدموا عندهم الاولاد وميمكنش ليهم يعني يقابلوهم في الغداء وهما خدامين، فلهذا كيكلفوا لا كومين كتكلف بهذه المساله هذه. وداك الشيء اللي غادي يتناولوا في الدار غيتناولوا بحالو احسن منه كاع ربما. وواحد واحد السعر رمزي في النهار ما بين 4 فرانك حتى 6 فرانك 7 فرانك 8 فرانك 10 فرانك، على حساب شحال كيربح الانسان. وشوفوا هاد الناس هادو، حتى باش تخلص على ولدك كيشوفوك شحال كتربح. ما تيديروش واحد السعر اللي هو مثلا 10 فرانك في النهار وانت ما قادرش تعطي 10 فرانك في النهار في المثل، يعني كياخذوا بعين الاعتبار شحال كتربح. عامش كيقدروا اكزيجيو عليك السعر، يعني يفرضوا عليك شحال غتخلص للولد ديالك. هذا مكان، وهنايا امامها زعلوله ونافوره سقايه يعني. والعجيب ان دائما كيف كنتكلموا شي حاجه اللي ولات عندنا في الدم ديالنا كنشوفوها في هذه الفيديوهات وهو الخضرار. هذا مكان، وهذا السيد هذا جا لهذا المكان في نفس الوقت اللي قريب لهاد ما بين الكوليج اللي كيفصل ما بين الكوليج وما بين الريفيكتوار. هي هاد الالات اللي عاملاها الجماعه الحضاريه كما كتشوفوا. والراجل جا هو ولدو بالتروتينات ديال ولدو، والتروتينات ديالو هو، كيجيو لهاد الالات كيتمنضرو فيهم يحاولوا يحتفظوا على الرشاقه ديالهم. فوالا، شي زوين. حنا دابا امام الكوليج اللي غتقرا فيه البنت ديالي ان شاء الله هاد السنه ديال 2021 2022. وهذا غادي انزومي عليه بلا ما نمشي لعندو. اول ما كتشوفوا هي هاد اللقطه الجميله. والكوليج هو هذا. هذا هو الكوليج، وعندهم خرجات. يعني هنا لاحظت واحد القضية قبل ما نبدا
واحد لانفورماسيون اللي هي زوينه. لاحظتوا اخوتي راه ما كاينش مدرسه داير بها حيط ولا شبيك ولا ما كاينش، ما عندهمش هذه القضيه السيستم ديالهم، ما عندهمش هذه القضيه هذه. اللي بغيت نذكر به الخوت هو واحد لانفورماسيون زوينه كيديروها شاكاني للدراري، اونفا ماشي شاكاني ولكن على حسب الفوج اللي كيجي جديد ربما، باقي ما عنديش عليها اليقين هذه القضيه. وانما فاش كانت بنتي في لاكاردوري كانوا خرجوهم واحد السيمانه لواحد الجبل، كاين واحد واحد المقر فيه كينعسوا، فيه سالامونجي وداكشي، يعني هما مجهزين داكشي المدرسه او نقولوا الدوله مجهزه داكشي. فدوزت واحد السيمانه زوونه وداكشي، وجات مع الاخوان مع الطلبه او لي كوليك ديالها ديال ليكول. فوالا هنا غادي نضطر ندخل باش ان شاء الله نوريكم ليكول من الداخل. يعني كيف قلت لكم ما كاينش لا حيط ولا حاجز. هو هذا العام هذا وفاش كانت من لاكاردوري دازت المدرسه عاوتاني داروا هاد المساله هذه. دابا غتجي للكوليج عندها واحد الخرجه ان شاء الله واش في سبتمبر، في السيمانه الاخر واقيلا في سبتمبر. حتى انا رمزي زويون ديال تقريبا شي واقيلا شي 80 فرانك بحال هكا، يعني بور 4 جوغ تمشي تديفيرتيسا شويه مع وتما كيتوالفوا بعضياتهم. هذا هو الكوليج الخوت انتما كتشوفوا، اللي جاي تمشى من وسط منه ما كاينش اللي يهضر معاك وداكشي. فوالا الخوت كاين واحد الجعيات كيهضروا هنايا جايات وكيهضروا مع راسهم خاوية الدنيا الا هما بجوجات اللي جايات. داكشي زوين الحمد لله. ايوا الاعشاب والاغصان والورود كل شيء الحمد لله. ايوا قال لك حتى اللي ما شريت نزه، بعدا حنا غنزهوكم حتى الا ما شريناش الورد غنزهوكم ما عنديش باش نشري ولكن غادي نعطيكم نعطيكم الورد وهو في مكانه. هذا هو اللي بغى يشري الحوت وهو في البحر. ايوا المهم نخليوكم الخوت على خير، تبارك الله عليكم، تفارقوا على هذا المشهد الجميل. الخضرار شوف هذا الكوليج راه مازالش هذا الكوليج حتى لهنا. ايوا كيف قلنا نخليوكم على خير الى فرصه قادمه ان شاء الله. تبارك الله عليكم.